السلام عليكم. النهاردة هنكمل الجزء الثاني من اللوبوس، وكنا اتكلمنا في الجزء الأول عن الكرونيك كوتينيوس لوبوس. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن السب أكيوت كوتينيوس LE وكمان النيونيتال لوبوس، وهنعرف ليه الكلاسيفيكيشن بتاع دكتور جيمس وضع لينا السب أكيوت كوتينيوس لوبوس مع النيونيتال لوبوس. الحقيقة هنلاقي ان في تشابه كبير موجود between the two conditions. خلينا نشوف الاول the subacute cutaneous lupus. اكتر الحالات هتشوفوها في الادلتس، يعني نادرا جدا لما تشوف حالة subacute lupus في الاطفال او in neonates. وزي ما انتم عارفين ان الفيميلز للأسف حظنا حلو جدا في قصة تقريبا كل الأوتو إيميون ديسوردرز، فغالبا كمان البيشنت هتكون فيميل. The subacute cutaneous lupus erythematosus له associations مع other conditions، من أهمهم الشوغرين سيندروم. وفي حاجات كتير مشتركة، وأهم حاجة مشتركة between the subacute lupus and Sjögren syndrome هو the characteristic antibodies اللي هنعرف إيه هما كمان شوية. لكن الحقيقة إن في associations مع other autoimmune disorders زي rheumatoid arthritis، زي even the psoriasis وحاجات تانية كتير، لكن أهم واحد فيهم ما تنسوش the Sjögren syndrome. الانتيبودي اللي بنتكلم عنه والمميز جدا للسب اكيوت كوتينيوس لوبوس هو the anti rho ssa antibodies. الانتيبودي ده مميز جدا لقصه اللوبوس سب اكيوت تايب، وكمان في الشوغرين سيندروم. تقريبا كل حالات السب اكيوت كوتينيوس لوبوس لازم نلاقي فيها this anti rho antibody. ومن الحاجات اللي لها دور في الباثوجينيسيس بشكل قوي في السب اكيوت لوبوس is the ultraviolet radiation. هم لقوا ان النوع ده من اللوبوس الالترافايولت بتلعب فيه دور قوي جدا، وان الالترافايولت اكسبوشر بيزود الرو انتيجين اكسبريشن، وبالتالي بيدي فرصة اكتر للانتيجين انتيبودي بايندينج تو انيشيت ذا ديزيز. أهم antibody والdiagnostic for subacute LE إلى حد كبير مع clinical manifestations هو the anti-rho SSA antibody، وده اللي هنلاقيه في أغلب الحالات. Sometimes نلاقي الANA مفيش أي مشكلة خالص، ده ممكن. Even other antibodies زي الanticardiolipin antibodies في بعض الحالات، لكن اللي يهمني جدا نبقى عارفين وندور عليه في السب اكيوت لوبوس انتي رو اس اس اي انتي بوديز. زي ما قلنا في الديسكويد او الكرونيك كوتينيوس لوبوس ال اتش ال اي تايبس بتلعب دور او بتعتبر واحده من الريسك فاكتورز كجينيتك باك جراوند ان يور بيشنت، واكترهم دايما هتسمعوا عنه كتير في قصه اللوبوس هو ال دي ار 3، هتسمعوا عنه كتير جدا في اللوبوس. كمان لقوا ان في بعض الكومبلمنت كومبوننتس كان بي انفولد، وبيحصل سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم اور سناب ميوتيشنز ليدنج تو لو ليفلز اوف كومبلمنت C1Q، وكمان في بوليمورفيزم بيحصل في التيومر نيكروزيس فاكتور الفا، بعض الجينيتك ابنورماليتيز اللي ممكن بتخلي البيشنت ات ريسك فور ديفلوبينج سب اكيوت ال اي. ما تنسوش قلنا ان الالترا فايلوت لها دور قوي جدا في قصة السب اكيوت لوبوس. كمان الدراجز في الديسكويد او في الكرونيك كوتينيوس لوبوس اتكلمنا عن الدراجز كتريجرينج او اكسيربيتينج فاكتور فور ديسكويد لوبوس. هنا دور الدراجز اقوى في السب اكيوت. في مجموعة كبيرة جدا من الدراجز كان انديوس or can even exacerbate the subacute lupus.
ولكن بنلاقي بعض ال differences between the drug induced subacute lupus وال idiopathic subacute lupus. يعني لو أنا عندي الحالة فعلا الأساس المشكلة إنه كان drug وهو اللي أظهر لنا اللوبس or exacerbating the subacute lupus, إمتى إن أنا أقدر أشك أكتر إن الدراج يكون له دور وما يكونش الحالة just idiopathic subacute lupus. الدراج induced subacute lupus ممكن تشوفه أكتر في الـ older patients. السب اكيوت بشكل عام بتشوفه اكتر في الادلتس, لكن لو لقيت البيشنت with old age واللي غالبا بيكون عندهم كمان هيستوري قوي للدراجز ومالتيبل دراجز ممكن يكون الريسك اعلى ان يكون الدراج هنا هو المسؤول. كمان بيميز السب اكيوت لوبس اذا كان دراج induced ان الكلينيكال بريزنتيشن ممكن يختلف شويه. يعني ممكن هنشوف شويه اريثيما مالتيفورم لايك ليجنز تارجت ليجنز, وده مش متوقع ان انا اشوفه في السب اكيوت ال اي. كمان ممكن يكون في بليسترنج ليجنز, ودي حاجه مش هنسمع عنها كتير في الايديوباثيك سب اكيوت لوبس. الفيس انفولفمنت ما هواش بعيد عن الساب اكيوت, لكن هنعرف ان في other sites more commonly involved. اذا لقينا prominent facial affection ده بيبقى اكتر مع الرول of drug in inducing subacute lupus. ايه هي الدراجز؟ يعني دي طبعا لستة قوية جدا وكبيرة جدا من الدراجز, لكن دايما في ناس متهمة بشكل اقوى وبشكل متكرر. الموست كومنلي انفولفد دراجز ان سب اكيوت لوبس انتي هايبرتنسيف زي الثيازيدز والكالسيوم شانل بلوكرز, دول اهم اتنين في الانتي هايبرتنسيفز, وذا انتي فانجل تيربينافين. يعني انا مش هقدر احفظ الليسته الطويله قوي دي, لكن على الاقل اعرف مين الموست كومن. الثلاثه دول هم حقيقي الموست كومن ريبورتد تو انديوس سب اكيوت كوتينيوس لوبس. مره تانية دي انتي هايبرتنسيفز الثيازيدز والكالسيوم شانل بلوكرز وانتي فونجلز مجموعه اللي التربينافين. الهيستوباثولوجي في اللوبس بشكل عام اتفقنا ان في common features between all types of lupus, ودايما بنقارن بالديفولت بتاعنا هو الديسكويد. ففي الساب اكيوت ايه الفرق ما بين الباثولوجي في الساب اكيوت لوبس عن الديسكويد لوبس؟ زي ما احنا شايفين في الفيجر واضح جدا ان الابيدرمال changes more or less, يعني قريبة, لكن حقيقي ان السب اكيوت بيكون فيه more epidermal thinning or atrophy عن الديسكويد. كمان البيزمنت ممبرين thickening اللي قلنا انه فيتشر مميزة جدا للوبس يفتقدها الدرماتوميوسايتس هيبقى less prominent. الخط اللي عند البيزمنت ممبرين شايفين انه more thick مع الديسكويد, less prominent thickening of the basement membrane in subacute lupus. القصة الخاصة بالأدينكسل structures والفوليكولار بلوجينج المميزة جدا للديسكويد مش هنشوفها تقريبا خالص في السبأكيوت. حتى الانفلاماتوري انفلتريت واضح جدا انه اقل بكتير عن الديسكويد. يعني اتفقنا ان في more epidermal atrophy مع السبأكيوت. البيزمنت ممبرين ثيكنينج از نوت ماتش بروميننت از ان ديسكويد. الفوليكولار بلوجينج والانفولفمنت للادينكسل ستراكشرز ما هواش واضح خالص في السب اكيوت لوبس. كمان الانفلاميشن ان جنرال از مايل ان سب اكيوت لوبس. لكن الحقيقه ان كل اللوبس في تشابه في الباثولوجي بتاعهم, لكن جاست few points can differentiate بالإضافة للclinical presentation وأكيد السيرولوجي والsystemic involvement هل موجود أو لا.
من الحاجات التانية اللي ممكن نشوفها في السب أكيوت ال اي الليجنال سب ابيدرمال اميونوجلوبولين ديبوزيتس، وده موجود في 60% of cases. كمان لقوا ان في higher expression of chemokine receptor type 4 and strong positive staining for tumor necrosis factor alpha. تقريبا التيومر نيكروزيس فاكتور الفا له دور كبير في قصة السب أكيوت لوبوس. غالبا البيشنز دول بيبقى عندهم لونج هيستوري لمشاكل مع السون اكسبوشر، لحد ما بيبدا بعد فتره بتظهر الكلاسيك كوتينيوس ليجنز فور سب اكيوت لوبوس. كتير منهم هيدوا هيستوري لحاجات مشاكل بتحصل مع الشمس زي الفوتوسنسيتيفيتي او البوليمورفوس لايت ايربشن. بعض البيشنز ايفن ممكن يبقى عندهم سام سيستميك complaints زي الارثرالجيا لكنها very mild and Raynaud's phenomenon. لكن قلنا ان sun exposure هنا مهمة جدا في قصة السب أكيوت، وحقيقي البيشنز بيعانوا من مشاكل كتيرة مع sun exposure even قبل ما يظهر الكلاسيك راش. والكوتينيوس ليجنز عندنا في منها شكلين لازم نبقى عارفينهم كويس، لان الاثنين في النهايه يندرجوا تحت الترم سب اكيوت كوتينيوس لوبوس. ايه التو فورمز اللي ممكن يجي بيهم الكوتينيوس ليجنز؟ ممكن تيجي حاجات شبه السورايسيس، يعني بابيلوس كواماس ايربشن ونون سكارينج. خلي بالكم احنا في الديسكويد او في الكرونيك كوتينيوس لوبوس اتفقنا ان الديسكويد السكارينج بوسيبيليتي فيه عاليه، وانه بيسيب لنا دايما بوست انفلاماتوري هايبو اور هايبر بيجمنتيشن، وسكارينج مهم جدا باشكال مختلفه في الديسكويد. لكن احنا هنا في الصاب اكيوت الانفلاميشن بتاعنا اقل، وبالتالي مش متوقع خالص ان يكون في سكارينج، فالليجنز مينلي نون سكارينج. اول فورم واللي بيحصل حقيقي في تلتين الحالات بيبقى شبيه جدا بالسورياسيس، سورياسي فورم ايربشن اور بابيلوس كواماس ايربشن، وهنشوف دلوقتي ايه المقصود بالظبط. طيب ايه هو الفورم الثاني؟ انيولار بوليسايكليك ليجنز، وده بيحصل في باقي الحالات. والانيولار ليجنز دي هتدخلنا في ديفرنشال دايجنوستس كبير جدا لكل الانيولار ليجنز اللي ممكن نكون بنشوفها، من اول حاجات بسيطه خالص زي التينيا كوربوريس لحاجات اكبر من كده بكتير. وحتى الفورم الاول السورياسي فورم اكيد هيلخبطنا في الديفرنشال من البدايه مع السورياسيس، فعلشان كده الشكلين دول مهمين جدا نبقى عارفينهم وما نتلخبطش فيهم، ونبقى قادرين ان احنا نفرقهم من الاذر ديفرنشلز الممكنه. خلينا نشوف التو فورمز. زي ما انتم شايفين في الفيجر A ده بيورينا the papulous squamous eruption او psoriasiform eruption. حقيقي انا لو شفت الجزء اللي عند اللور باك ده هيفكرني جدا بالبلاك بتاعة السورياسيس، كمان في السايت ده very common site. وده شكل في نفس الفيجر A هتلاقي ان البيشن ده عنده two forms، يعني اذا بنطلع فوق عند الابر باك والنك هتلاقي some annular lesions. نيجي عند الفيجر B واضح جدا في ال V area of the chest and neck في multiple erythematous annular lesions، وده ممكن يلخبطنا مع حاجات تانية كتير، والسايد ده كمان مهم جدا في الديفرنشال دايجنوستس مع اذر ديرماتوزيز هنعرفهم كمان شوية. البابيلوس كواماس او السورياسي فورم ليجنز مهم جدا نعرف ان في قصة السب اكيوت لوبس تقريبا كل الكوتينيوس ليجنز بتحصل above the waist، يعني بتاخد منطقة الترنك وانت طالع كده لحد النك، وكمان ممكن يظهر احيانا في الفيس، لكن الترنك مهم جدا والباك اوف ذا بيشنت. المكان ده وبالشكل ده كمان ما تنساش من دلوقتي هقول لكم ان في ديفرنشال دايجنوستس قوي جدا للسب اكيوت لوبس في المكان ده وبالشكل ده، وهو البيمفيجاس فولياسيس.
لو انا حطيت لكم الفيجر ده وما قلتش ان دي سب اكيوت لوبس، اعتقد ان اول حاجه هتيجي في دماغكم هي البيمفيجاس فولياسيس مش السب اكيوت ال اي، والحقيقه ان هما ديفرنشال دايجنوزس لبعض وافيري امبورتنت ديفرنشال. انيولار ليجنز سهل جدا انك تلخبطها مع حاجات ابسط زي ما قلنا التينيا كوربوريس، الانيولار اريثيما، اريثيما انيولار. برضو لازلنا بنقول ان السايت لي الانيولار سكيلي والالمنت اوف سكيلز ما بيبقاش فيري بروميننت. كل الليجنز موجوده سواء انيولار او سورياسي فورم اباف ذا ويست، واخده مين للترانك في الانتيرير والبوستيرير بارتس. تمام، اتفقنا سواء الفورم اوف ذا كوتينيوس ايربشن انيولار polycyclic lesions or psoriasiform or papulosquamous، احنا بنتعامل في المنطقة above the waist. وكمان ممكن يظهر الراش على النك زي ما اتفقنا او كمان على الاوتر arms، ودي الكومن سايتس للsubacute cutaneous lupus. المشاكل مع السان اكسبوشر موجودة في عدد كبير من البيشنتس، واحيانا يبقى هي اول مانيفستيشن قبل ظهور الاربشن. اتفقنا اللي بيفرق عندي الساب اكيوت من الديسكويد ان في حاجات مش هنشوفها زي الفوليكولار بلاجينج حتى على مستوى الهيستوباثولوجي ما هواش حاجه بروميننت، ومش هيحصل اي سكارينج بعكس ما بنقول مع الديسكويد الساب اكيوت از نون سكارينج. كمان sometimes بعد ما يحصل healing للليجنز تسيب شوية pigmentation، لكن غالبا ما احناش قلقانين منها زي ما بيحصل مع الديسكويد. الديسكويد كان بيسيب لنا this pigmentation قوية ودي pigmentation احيانا تبقى شبيهة بالفيتيليجو، وكمان بيحصل معاه even hyperpigmentation، يعني في الاخر cosmetic outcome is very disfiguring. لكن في الساب اكيوت حتى لو في شويه هايبو بيجمنتيشن ات ويل ريزولف كومبليتلي، ومش هيبقى فيه اي ريزيدوال كوزمتيك ابنورماليتيز. سام تايمز يكون في شويه تيلانجكتاجا ممكن تبقى موجوده في النهايه، لكن في الاخر الشكل احسن بكتير من الديسكايد. واتفقنا حتى لو في شويه الوبيشا ممكن يحصلوا في الساب اكيوت، المطمئن هنا ان احنا نون سكارينج بعكس ما قلنا في الديسكويد. يبقى دايما نفتكر ان الساب اكيوت كوتينيوس لوبس مش متوقع منه انه يعمل لنا اي سكارينج، واذا لقينا سكارينج ده يعتبر اجينست ذا دايجنوزس اوف ساب اكيوت كوتينيوس لوبس. في extremely rare presentations ممكن نحطها في الباك جراوند عندنا كده، لكن نركز اكيد على الفيرست common presentations اللي اتكلمنا عنها. يعني احيانا الليجنز تبقى بويكيلو ديرميك وده reported، او even يدخل البيشنت with subacute cutaneous lupus in erythroderma وده reported. في بعض الحالات ممكن يكون فيها even mouth ulcers. كل الكلام اللي احنا شايفينه ده is rare، لكن ممكن تشوفه في البيشنت فما تستبعدش ان هو جزء من نفس المشكلة. رجينا بقى للديفرنشيال. اتفقنا ان احنا عندنا two forms of cutaneous eruption، psoriasiform or papulosquamous اكيد اول differential هيكون psoriasis، والانيولر polycyclic lesions اي انيولر scaly erythematous eruption. ابسطهم التينيا corporis، كمان اي annular erythematous lesions الفيجريت erythemas زي الerythema annulari، والannular lesions التانية زي الgranuloma annulari، وكمان الفوتو induced eruptions لان الفوتو sensitivity او sun exposure problems مهمة، وهتلاقيها وهتلاقي الكومبلين دي موجودة عند البيشنت غالبا، فتدخل معانا في حاجات زي polymorphous light eruption. ما تنسوش البيمفيجاس فولياسيس، في رأيي ديفرنشال دايجنوزس مهم جدا للساب اكيوت كوتينيوس لوبوس.
لقوا كمان ان حالات السب اكيوت ال اي ممكن يبقى عندهم other comorbidities، يعني منها الارتكاريال فاسكيولايتس. وحقيقي لما نيجي ناخد الارتكاريال فاسكيولايتس هنلاقي انها من الاسوسيشنز بتاعتها ان يكون في underlying connective tissue disease. Cancers reported مع subacute cutaneous lupus لكن مش بقوة، لكن حقيقي هتلاقوا مكتوب في التكست بوكس كلام على الاسوسيشنز مع حاجات زي البريست كانسر و even non-melanoma skin cancer. اي investigations هنعملها في subacute cutaneous lupus عشان نأكد ان احنا في subacute، يعني ما فيش معانا systemic LE، لان لو القصة systemic lupus التريتمنت والابروتش هيكون مختلف تماما عن لو كان subacute cutaneous lupus. فانا لما هطلب اي investigations هطلب الانفستيجيشنز الخاصة بالسيستميك لوبس اللي هنعرفها لما ناخد الجزء الخاص بالسيستميك او الاكيوت لوبس، ومجرد ان انا to confirm ان انا ما عنديش الكريتيريا that can fulfill the diagnosis of systemic lupus erythematosus، لان الابروتش والتريتمنت والمانجمنت والفولو اب هيبقى مور اجريسيف اند اكستريملي ديفرنت. في التريتمنت هتفتكروا معايا التريتمنت بتاع الديسكويد لوبوس. حقيقي التريتمنت هنا تقريبا ماشي بنفس الستبس، واهم حاجه فيه برضو ان احنا نبعد عن السون اكسبوجر از ماتش از وي كان. والفيرست لاين زي ما قلنا في الديسكويد ان انا استخدم topical potent corticosteroids or even intralesional، وممكن كبديل للكورتيكوستيرايز ان انا استخدم حاجه زي التاكراليمس او الباي ميكراليمس زي ما قلنا بالظبط في الديسكويد. وفي السكند لاين الانتي مالاريالز هي اللي لها دايما الابر هاند في قصه الديسكويد والساب اكيوت، وزي ما قلنا قبل كده ما تنسوش ابدا السايد افكتس المتوقعه من الانتي مالاريالز، ومن اهمهم المشاكل اللي ممكن تحصل في الايز زي الريتينوباثي. مهم جدا في الفولو اب مع الانتي مالاريالز ان انا تو تشيك الاي فور اني كومبليكيشنز. كمان زي ما قلنا في الديسكويد في الثيرد لاين هبدا احط الاذر سيستميك تريتمنتس المعروفه كاميون موديفايرز، وده هيبقى اخر اوبشن اذا ما كانش في ريسبونس كويس للفيرست لاين وكمان للسكند لاين. ومنها ان انا ادي حاجات immune suppressive or immune modifiers even لحد مرحلة البيولوجيكال ثيرابي، لكن غالبا السب اكيوت كوتينيوس لوبوس بيستجيب للفارس والسكند لاين، ونادرا لما يكون في حالات resistant تضطر فيها انك تستخدم حاجة من الثيرد لاين. في الكلاسيفيكيشن بتاع اللوبوس في السب اكيوت اللي حطهن جيمس، حط مع السب اكيوت كوتينيوس لوبس النيونيتال لوبس زي ما احنا شايفين في الكلاسيفيكيشن، وده كان منطقي جدا وهنعرف ليه كمان شويه. من اسمه نيونيتال لوبس انه ده اللوبس اللي هنشوفه في النيولي بورن او في النيونيتس، وممكن نشوفه لحد 16 ويكس بوست بارتم بعد الولاده، يعني ده هيجي في فيري early age. ده اول واحد في قصة اللوبس، ما بيفرقش ما بين الميلز او الفيميلز، ممكن يجي equally in male and female neonates. هي ايه المشكلة؟ المشكلة للأسف بدأ من المادر، ان الام عندها the anti-Rho SSA antibody، ولان هي positive for this antibody بقى في ريسك على البيبي ان هو يجيله لوبس. طب يعني هي عندها الانتيبادي ده ومفيش اي مشكلة ظهر عليها او مفيش اي manifestations تانية، ولا في manifestations موجودة على الام؟ هنعرف الفرق كمان شوية.
اشهر انتي بادي واهم انتي بادي زي ما قلنا مع السب اكيوت ذا انتي رو انتي بادي، برضو هنا معانا في النيونيتال لوبوس هيكون ذا انتي رو اس اس اي انتي بادي. الانتي لا باقل درجه بيبقى انفولفد ان نيونيتال لوبوس. تمام، هل الام دايما بيبقى عندها manifestations ولا لا؟ مش دايما، ده الغالب ان ما يكونش لسه ظاهر عليها اي manifestations للانتي رو associated disease زي طبعا الشوغرين سيندروم زي اللوبوس. ممكن يبقى عندها الانتي بادي بوزيتيف وده السيناريو الاشهر، ولكن ما فيش عندها اي manifestations clinically ظاهرة للوبوس او الشوغرين سيندروم، وده هيصعب علينا الدايجنوز. هو حقيقي بيبقى سهل انك تشخص حالات او تتوقع وجود النيونيتال ال اي في البلاد اللي بتعمل سكريننج للامهات وقت البريجننسي للانتي بوديز. في دول بتحط بروتوكولز محترمه انها كان سكرين اي امراض نقدر ان احنا نمنع حدوثها وقت الحمل، الامراض اللي ممكن تتنقل من الام للجنين. في اوقات لو اتدخلنا فيها بي active treatment during pregnancy I can prevent the development of pathology in the newborn. ومنها النيونيتال لوبس هنعرف كمان شوية ان انا ممكن ان انا اتدخل بعلاج فعلا وامنع حدوث اي مشاكل باذن الله في النيونيت، لكن احنا مفيش حد عندنا بيعمل screening للانتي بوديز دي للأسف. اذا كانت الام عندي بقى اكتر من احتمال، إذا كانت الأم عندها the anti-ro antibody، الاحتمال الأول يبقى عندها الانتيبادي وما فيش أي clinical evidence for connective tissue disease أو بتدي history إن كان عندها previous baby وكان في neonatal lupus. طبعا ده عايز history قوي جدا وواضح جدا من الأم، أو يكون في records كويسة في المستشفيات وفي الأماكن اللي بيتم فيها الفولو أب، بحيث أنك بترجع وبتعرف فعلا هل هي كان عندها طفل قبل كده كان عندي نينيتال ال اي ولا لا، هل هي كلينيكالي كان عندها أي كومبلين of connective tissue disorder ولا لا. إذا ما كانش عندها أي manifestations للconnective tissue disease ولا في history of previous neonatal LE، ما عندهاش طفل سابق في neonatal LE، فالبيبي الموجود دلوقتي inside the uterus عنده احتمال just 2% ان يحصل له neonatal lupus. طب اذا كان عندها الانتيبادي بوزيتيف وعندها symptoms of connective tissue، يعني هي نفسها معروف ان هي عندها lupus او عندها شوغرين syndrome، الريسك في البيبي اللي موجود النهاردة inside the uterus عنده ريسك قد ايه ان يحصل له هو neonatal LE؟ والله ما فرقتش كتير عن الحالة اللي قبلها، around 2% still the risk is low. المشكلة الأكيدة ان لو الأم عندها positive anti-ro antibodies وعندها history already جابت قبل كده بيبي وكان عندي neonatal lupus، البيبي الجديد اللي لسه جوه اليوترس ده عنده احتمال 25% ان يحصل له نيونيتال لوبوس. يعني اسوأ حاجة اذا كان فعلا ثبت انها كان عندها previous baby already diagnosed with neonatal lupus، دي اسوأ الاحتمالات، لان الريسك هتبقى توصل ل 25% في البيبي الجديد. عشان اقدر اتوقع لازم اكون عامل سكريننج للانتي بوديز وعندي هيستوري قوي، ابقى عارف في هل فعلا كان في بريفيوس بيبي وذ نيونيت اللوبوس ولا لا، وهل هي عندها كونكتيف تيشو ديزيز سيمتوماتيك اور نو. ده محتاج مننا انفستيجيشنز تتعمل وقت البريجننسي وكمان جود هيستوري. مرة تانية الاحتمالات في كل الحالات لازم الأم يكون عندها positive anti-ro antibody.
الاحتمال الاول هي عندها الانتي بودي لكن ما فيش اي مانيفيستيشنز لكونكتيف تيشو ديزيز ولا عندها هيستوري اوف بريفيوس بيبي ويز نيونيتال لوبس. الريسك على البيبي الجديد is just 2% ان يحصل له نيونيتال لوبس، وتقريبا نفس الريسك اذا حتى كان عندها سيمتوماتيك كونكتيف تيشو ديزيز، شرط ان ما يكونش فيه اي بريفيوس بيبي ويز نيونيتال لوبس. المشكلة لو فعلا already كان عندها previous child web neonatal lupus، الريسك على البيبي الجديد بتوصل لحد 25%. في الهيستوباثولوجي للنيونيتال لوبس لا يختلف عن الكلاسيك لوبس، لكن اللي يهمنا الانفيرمنتال فاكتورز، ان الاطفال دول ممكن بيظهر عليهم المانيفيستيشنز بسهوله نتيجه ان بعضهم ممكن يتولد عنده نينيتال جونز، والكورس الطبيعي في العلاج ان هما بيدخلوا الاطفال دول على الفوتوثيرابي اللي انتوا عارفينه كويس جدا في حالات النينيتال جونز، والالترا فايلوت اكسبوشر في السب اكيوت لوبس زي ما قلنا، وكمان في النينيتال لوبس لها دور مهم جدا ان تريجرينج ذا سكين راش. يعني الأطفال دول كمان إذا تعرضوا للألترا فايلوت إكسبوشر ده هيسهل إن يظهر عليهم المانيفستيشنز على مستوى الجلد بسرعة جدا نتيجة دور الألترا فايلوت في الباثوجينيسيس. الكلينيكال فيتشرز زي ما اتفقنا مش دايما الأم عندها حقيقي مانيفستيشنز، ممكن تكون دياجنوز with lupus or with Sjögren syndrome or not، لكن المانيفستيشنز على النيونيت بتشمل سكين مانيفستيشنز، وهنعرف في الاخر ان مفيش اي حاجه فيها تقلقنا لانها ترانزينت موستلي واغلبها هيختفي. كمان ممكن يكون في سام سيستميك مانيفستيشنز على مستوى البلاد او الليفر، وبرضو من دلوقتي نطمن انها ترانزينت وغالبا هتختفي من غير اي مشاكل. المشكلة اللي احنا بنركز عليها دايما هي الكاردياك ابنورماليتيز او الكاردياك باثولوجي اللي بيحصل مع النيونيتال لوبوس، وده اللي مهم جدا لانه permanent congenital complete heart block. هنشوف كمان شوية. الطفل ممكن يتولد ساعة الولادة وعليه ظاهر عليه الكوتينيوس راش. 50% من النيونيتال لوبس انفنس مانيفست سكين ليجنز، ودي فعلا حالة انا شفتها. الام ولدت بيبي بنوتة نازلة عندها مجموعة من الابنورماليتيز في السكين واضحة جدا لانها كمان واخدة منطقة الفيس، فاكيد الاهل انزعجوا جدا ان الطفل نازل شكله غريب، وفعلا جابوا الطفلة على طول بعد الولادة. مش كل الحالات هيظهر عليها السكين راش at the time of delivery، ممكن يظهر by time بعد وقت. تاني حاجة اتفقنا اذا الطفل ده تعرض للالترا فايلت زي الفوتوثيرابي مثلا اللي بيستخدم في علاج الجونز، ممكن يسهل قوي ان يظهر عليه الكوتينيوس ايربشن. اهم ما يميز النيونيتال لوبوس سكين راش انه بيأفكت الفيس ان كاركترستيك ديستريبيوشن، عبارة عن اريثيميتوس سكيلي ايربشن مينلي فوكسد وكونسنتريتد اراوند ذا بيري اوربيتال سكين، فبيدي الشكل اللي احنا شايفينه في الفيجر كاركترستيك راكون اي ساين او الاول اي او الاي ماسك. مميز جدا ان الاريثيما والسكينس ده هتلاقيه surrounding the eyes زي بالظبط ما احنا شايفين في الفيجر، وده الموست كومن سايت للنيونيتال لوبس راش. لكن ما فيش مانع ان اللي يبقى فيه عندنا other sites، والسكند كومن سايت هو the scar. غير كده ممكن يحصل على الترنك نفس الاريثيميتوس سكيلي راش even the intertriginous areas، لكن most common site هو الفيس وكمان الperiorbital skin. second common site is the scab. زي ما انتم شايفين surrounding the eyes او الperiorbital skin commonly involved erythema skinness عامل زي ما يكون لابس ماسك. كمان في annular lesions
مش منطقي ان بيبي لسه مولود مثلا هينزل عنده سيرسيناتا. مالتيبل انيولر اريثيميتاس سكيلي ليجنز واخده كمان بالاضافه للفيس السكالب، وده سكند كومن سايت. المشكله هي الكاردياك ابنورماليتيز، الاطفال دول بيبقى عندهم للاسف كومبليت هارت بلوك كومبليت، ودي قيمه انك تشخص حاله نيونيتال لوبس، ان الطفل ده هيبقى عنده كومبليت هارت بلوك، غالبا محتاج يتركب له بيس ميكر في النيونيتال بيريود. اغلبهم 50% هيحتاج على طول يتركب له بيس ميكر، والباقي بعد فتره هيتركب له برضه بيس ميكر، خلاص هو عنده بيرمننت كومبليت هارت بلوك. واذر كارديك ابنورماليتيز ممكن تحصل زي شويه بيريكارديال افيوجن، لكن المهم جدا هو ان انا استبعد وجود دي هارت بلوك. الاطفال دول ممكن يموتوا ان ايرلي لايف في اول سنه حتى نتيجه الكارديوميوباثي، وده للاسف بيبقى بور اوتكم. اي مشاكل تانية ممكن تبقى موجوده ما تقلقش منها، يعني ممكن يكون في شويه ترانزينت ثرومبوسايتوبينيا، شويه جاندس، عشان كده حتى ممكن يدخلوهم الفوتوثيرابي، لكن كل المشاكل دي ترانزينت اند تيمبوراري، والمتوقع منها is nothing to worry about. الديفرنشال دايجنوزيس ممكن يشمل مجموعه من السيندرومز، لان المشكله بتبدا early in life، وطبيعي انك تفكر في الجينيتك abnormalities او مجموعه من السيندرومز زي البلوم سيندروم او even congenital intrauterine infections، وده شيء منطقي لما تلاقي طفل في اول ايام حياته بدا يظهر عليه الكوتينياس راش اللي شفناه. طيب اتفقنا ان كل المانيفيستيشنز تقريبا temporary، والحاجه الوحيده اللي هنقلق منها انها permanent هي الكونجينيتال هارت بلوك، يعني السكن اللي احنا يهمنا مش هنقلق منه في الاخر، غالبا it will heal without scarring زيه زي السب اكيوت كوتينيوس لوبوس. نادرا لما يكون في شويه ديسبيجمنتيشن او تلانجكتاجا او even some scarring، ده مش القاعده ده الاكسبشن. الكاردياك بروبلم هي المشكله، الهارت بلوك لانه بيرمننت، واتفقنا غالبا محتاجين بيس ميكر 50% هيتركب لهم في الايرلي نيونيتال لايف، والباقي هيحتاج بعد فتره في الاخر برضو انه يتركب له بيس ميكر. طب هل الاطفال دول اللي جالهم نيونيتال لوبوس لو تابعناهم ممكن يحصل لهم مشاكل في المستقبل؟ لقوا ان فعلا بعضهم ممكن in future can develop autoimmune disease، يعني بالرغم ان كل المانيفيستيشنز خلاص هتختفي والهارت بلوك يا سيدي ركبنا كمان بيس ميكر، هل بعد كده هو ات ريسك لمشاكل تانية؟ للاسف اه، لكن دي نسبه قليله من البيشنز. المشكله مش على الانفانت قد ما هي على المذر. many develop autoimmune disease، يعني الام دي اذا كانت من الاول عندها الانتي بودي وهي سيمتوماتيك فهي اوريدي عندها autoimmune disease معروف، واذا كانت لسه asymptomatic عندها ريسك عالي to develop clinical manifestations of autoimmune disease، الاهم شوغرين سيندروم and lupus. يعني وجود الانتي بودي عند الام بيخليها حتى لو ما عندهاش اي كلينيكال مانيفيستيشنز النهارده، وكمان بقى كمان جالها نيونيتال لوبس بيبي وذ نيونيتال لوبس، لو تابعنا الامهات دول هنلاقي في المستقبل they will develop the manifestations of autoimmune disease، فيستحقوا اكتر ان يتعمل لهم فولو اب. اي investigations هنعملها to confirm and to exclude other possibilities، غالبا اهم حاجه هو to confirm your diagnosis by the antibody للام the antiro SSA، وفي البيبي نفس الانتيبودي هيكون موجود، ده الحاجه اللي هتاكد التشخيص بتاعك. الكارديك انفستيجيشنز اكيد وانس ان انت دايجنوزينج كيس اوف نيونيتال لوبس، مش مهمتي بس ان انا اعالج السكن ليجنز اللي احنا عارفين انها في النهايه ويل ريزولف، لا مهمتي ان انا استبعد وجود اي كارديك ابنورماليتيز لانها هتكون خطيره ومهمه جدا، فلازم يبقى في كوردينيشن مع الزملاء في الكارديولوجي.
كوتينيوس ليجنز اتفقنا غالبا مش محتاجين اي تريتمنت. يا سيدي عايز تدي ممكن لو بوتنسي توبيكال ستيرويدز، واهم حاجه ان البيبي تو افويد سان اكسبوجر sometimes in severe، وفي بعض الحالات بتبقى very aggressive، ممكن تحتاج تدي anti malarials to the baby، ما فيش اي مشكله اذا كان فعلا indicated. الكاردياك بروبلمز اتفقنا اذا حصلت فعلا الحل ان يتعمل له بيس ميكر، لكن الجميل ان انت لو حقيقي بتعمل proper screening وعرفنا ان الام دي عندها ريسك عالي ان البيبي الموجود يبقى عنده نيناتال لوبوس، بيبقى من الحاجات اللي ممكن نمنع بيها الكاردياك كوندكشن ديفكتس وايفن ذا سكين راش ان انا ادي الام اورال ستيرويدز اور انتي مالاريالز during pregnancy، ولازم أبدأها في أول 16 weeks of pregnancy علشان تبقى effective. لكن لو خدناها بعد ال 16 weeks خلاص هيبقى البروبلم حصلت في الكوندكشن سيستم اوف ذا هارت والهارت بلوك خلاص ويل استابليشد، ولو اديت حتى الانتي مالاريالز او الكورتيكوستيرويدز خلاص للاسف المشكله وقعت بالفعل. فده شيء رائع جدا، بس معناه ان انت عامل سكريننج للام من الاول، وده يا ريته كان اوبشن موجود. كمان اتفقنا ان up to 50% may require pacing in the new born period. بعض الحالات بيعملوا لهم plasma pheresis to get rid of the antibodies ممكن اثناء البريجننسي، لكن طبعا زي ما انتم عارفين ان البلازما فريسز لها مشاكلها كمان بالاضافه الى الكورتيكوستيرويدز. اي هيباتيك اور بلاد problems don't worry، كل الحاجات دي temporary and it will resolve spontaneously without any treatment. ان شاء الله المره الجايه هنكمل الجزء الثالث من اللوبوس، واللي هيكون عن the acute or the systemic lupus which is very important. اشوفكم على خير المره الجايه.